هاي شيف. ولا ملك، كيفك؟ كيف اليوم؟ الحمد لله. شو اليوم عنا من أمريكا اللاتينية؟ اليوم أمريكا اللاتينية مطبخ جديد. أيه؟ اللي هو المطبخ الكولومبي. كالعادة كل المطابخ اللاتينية هي متأثرة، نشيل البرازيل على جنب، متأثرة بالأكل الإسباني أكثر شيء، وأكيد ما ننسى بعدين إجوا الفرنسية، إجوا الأوروبية بالإجمال، بس أول بلاد وصلت لعندهم هن الإسبان. فلذلك بنلاقي إنه الأكل تبعهم بيشبه كثير الأكل الإسباني. اليوم حنعمل ثلاث طبخات. حنعمل الكوفي فلان اللي هو كريم كراميل بالقهوة. حنعمل الميت لوف مع الهجاو صوص اللي هي صوص مهدورة، بنحط الميت لوف فيها بالخبز. وحنعمل سويت بوتيتو بولز. كمان كوريات معمولين من البطاطا الحلوة. مع جبنة كأبيتايزر. فهذا المبدئين الأكل، الوصفات اللي حنعملها اليوم. بس كمان ما بيختصروا بهالشغله طبعا، لانه كمان ما ننسى انه كولومبيا عندها مراعي كبيره بيصدروا لحوم لبرا، عندهم كثير نوع من الابقار اللحوم يعني الطيبه، واكيد غنم وبياكلوا معزه بياكلوا بوجباتهم، وخضار كثير، بس في كثير خضار استوائيه موجوده عندهم، فواكه استوائيه مثل البرازيل تستعمل كثير باكلات مثل الاساي اللي هي الحبوب اللي بيستعملوها اليوم لل كدواء مش كدواء سوبلمنت كسوبر فود او شيء. فكمان عندهم كثير. هلا اول شيء حنبلش حناخذ هاي البطاطا الحلوه نعملها نشويها نقدر نعملها تشيز بول، بدنا نعملها تشيز بول، بوتيتو تشيز بول. حنقطعها نجيب صينية، هاي صينية هون حفوتها على الفرن. أكيد ما ننسى شيف، يعني قبل كانوا سكان كولومبيا هن الهنود الأصليين أو السكان الأصليين، ومن بعد ما إجوا الأسبان على كولومبيا تغير شوي المطبخ الكولومبي أو تطور بنكهات الأسبانية بعدين الأوروبية بشكل عام 100%. لأنه خاصة إنه إجوا الشعوب الإسبانية كمان عشت عندهم، فصار في خليط للحضارة. الشعوب الأصلية طبعا جنوب أمريكا بعضهم يستعملوا كتير الصيد والقطف الهودي اللي بسمون الفواكه اللي هي الاستوائية اللي بعدها فعلا أورجانيك، وأكيد فات عليهم المطابخ الجديدة اللي هي جاية من أوروبا، وبتلاقي الأكل طبعا مخلوط. هنفوت هو على الفرن يستوي شوي. حنبلش نحضر الكريم كراميل اللي بتاخذ أكثر شيء وقت. هي كولومبيا بتعتبر من البلاد اللي على خط النار، فيها كثير البراكين ناشطه وحتى الزلازل كثيره. هو ايه زنار النار بسموه بالتحديد، لانه عليه البراكين اللي هي موصول لحد اليابان يمكن. مظبوط. ففي كثير اكيد زلازل بتصير لما يكون البراكين ناشطه، اما البراكين غير ناشطه اكيد بيكون ما في. لا، البراكين الغير ناشطه عم يستخدموها مثلا، في بركان قريت عنه انه في بقلبه مثل الطين الوحل. أيه. فالسواح بيجوا على هيدا البركان ليقدروا يصبحوا بهيدا المي الغنيه بالمعادن اللي بتفيد الجسم طبعا. كله طالع من قلب الارض. فهلا حنحضر البيض والسكر تبعت هي، حنسخن الحليب مع العود الفري لناخذ منه ريحه حلوه للحليب، وحنعمل البيض هلا. اوكي، ففينا نحط فانيلا مثلا محل ال ايه، بس هيدي شو بيقولوا، لا يعني خاصه للوصفات الكولومبيه. حنستعمل قد ايه بعدنا محافظين على الاكل الكولومبي او التراث الكولومبي بكولومبيا؟ حطينا بيضتين كاملين وصفرين بيض. هلا حنحط سكر وننتبه الحليب ما يحترق. حنخفون. منيح منيح ليدوب السكر فيهم.